شباك شو فيك؟ بدي اخنقك ببرج السطل. ليه؟ مثل ما انشحطت من البيت من وراء ابراجك الا ما انت شخصيا ترجعني على البيت. انا شو الي دخلي؟ انت لك دخلي وانا ما الي دخلي. هلا بدك تخبرني شو قصه رجل المتاعب او بقتله؟ اخنقني. خبرني بالتفصيل عن رجل المتاعب لانه هيدا بالذات مش تاعب، هدا غيري. بونجور. حضرتك دموزيل رشا؟ صح. أنا يلي حكيتك على السلولار سهيل حماتة. العالم الفلكي ومحرر باب الأبراج بجريدة الغروب وجريدة الفجر. أهلين، مش معقول مثل ما تخيلتك طلعت. كيف تخيلتيني؟ يعني مثل ما أنت. استاذ سهيل، صراحة أنا معجبة بتحاليلك وبثقافتك الفلكية، وإنما لاحظت تكرار ببعض الأبراج ومنها برج الجوزاء إذا ماني غلطان. مزبوط مزبوط صح. صح. لشو بيعود هالشي برأيك؟ السبب رجل المتاعب، هيدا السبب. هلأ شو قصته رجل المتاعب ركك عليه هاليومين ثلاثة؟ ما أنا هون لفهمك قصتي، لأنك ظلمت بيو وأنا مضطر ضل اكتب عن رجل المتاعب حتى يلي كنت حبها تطلق جوزها وترجع لي، لأني بعدني بحبها وهي مثلك مثقفة فلكياً وما عندي غير حال ترجعها، خصوصا انه جوزة من برج الجوزاء. هلا صار لك اسبوعين ثلاثه موقف نجوم بذات المحل كرمال حبيبتك؟ طبعا موقف النجوم فوق بيتها تخربه ومش رح مشيها تترجع لي على اجريها. قلت لي حبيبتك مثلي مثقفه فلكيا؟ الله وكيلك، مطير العقل الفلك. هي اخذ لها عقل الفلك وانا رح طيرك بهالفلك. تضحكوا على العالم بالأبراج، تضحكوا على العالم.